بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله الحمد لله الذي جمعنا على هذه المائدة الطيبة، على هذه المائدة القرآنية الروحانية التي لا يشبع منها أحد. الحمد لله ونشكر الله عز وجل على هذه النعم، كما أنني أشكر الآباء والأمهات كثيرا وجدا، لأنهم تجشموا عناء التنقل من أجل مرافقة فلذة كبدهم حتى يروهم في أحسن مكانة وفي أعلى مكان ينشدون أن يكون هناك. الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك. وكما لا يخفى عليكم، أضعكم في الصورة، البرنامج هو على مقسم على ثلاثة محاور: الفئة الكبرى، الفئة الصغرى، الفئة المتوسطة. معايير الانتقاء كانت تتكون من أربعة زوايا أو من أربعة خانات: المخارج، دقة المخارج، الأمر الثاني القواعد، الأمر الثالث الأداء، والأمر الرابع وهو الأهم هو أن مدى التزام التلميذ بالحفظ طيلة السنة، وهو الأهم، مدى التزام التلميذ بالحفظ طيلة السنة، وهو سنركز عليه إن شاء الله بحول الله وبالله التوفيق. أعاننا الله وإياكم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بصفتي فاعل جمعوي، يسرني أن أحضر هذه الأمسية الدينية الرمضانية القرآنية لما لها من أهداف نبيلة، والتي تتجلى في ترسيخ ترسيخ مقومات المواطنة الكامنة لدى ناشئتنا عن طريق تشجيعهم وتحبيبهم وترغيبهم في قراءة القرآن وتجويده وترتيله، حيث كرس الإسلام لقراءة القرآن مكانة كبرى، وحتى عليها كذلك في الكتاب والسنة لقوله تعالى: ورسل القرآن ترسيلا، كما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وهذا هو الأهداف الأسمى لحضوري في هذه الأمسية، ولكم منا ألف تحية وتقدير. الاسم ديالي أنس الخراشي، كان بلغ من العمر ديالي 13 سنة، حافظ 6 أحجاب من القرآن الكريم. والأجواء ديال الحفاظة، الأجواء ديال حفظ القرآن وتلاوته وتطبيق قواعد التجويدية دازت في أحسن حال، لأن الشيخ محمد إتميم تيصار وتيحرص على تنظيم أفضل أجواء والأماكن لحفظ القرآن التي تتساوى مع كلام الله عز وجل. كان دار الحصص ديالي في كتاب الناشئة المحمدية تابع للمسجد الحاج قاسم بحي الخير. وكنبغي نشكر أستاذ محمد إتميم على الحرص ديالو للتنظيم أفضل الأجواء لحفاظة القرآن، أنهم يحفظوا القرآن ويتبعوا الدين الإسلام، حيث هو أفضل دين وأفضل دين والمسار ديال الطريق المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وعليه توكلنا. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم ديالي لجينة، تلميذة في مدرسة الكتاب الناشئة المحمدية. كنبغي نشكر الأستاذ أتميم والأستاذة مريم على كاع المجهودات اللي داروا معنا وعلى الحب ديالهم اللي كيبغيو يعطيونا في القلوب ديالنا القرآن. وكنشكرهم بزاف على هذه الحفلة وعلى الأنشطة اللي كيديروا لينا وعلى الحب ديالنا اللي كيبغيو يوصلوه لينا بواحد الطريقة اللي جميلة ديال القرآن. وكنشكرهم بزاف. جادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم جلي بن عيسى عياد، المستوى جلي الثامن إعدادي، كان قاف ثانوي بن سينا، كندير القرآن في جامع الحاج قاسم. كنشكر أستاذ ديالنا أستاذ محمد أتميم وأستاذ مريم على المجهودات ديالهم اللي كيديروا معنا، حيت كون ما كانش المجهودات ديالهم كنا دابا حنا ما واصلينش لهاد الدرجة. الحفل الصراحة الحفل كان زوين، ما إحساس الفرحة، حيت ديما الأستاذ فيما كنكونوا يكون عندنا شي مشكل هو اللي كيحلوا معنا. وتفرحنا دائما بالانشطه، تدير لنا مسابقات، الاول اللي جا كيعطيهم الجائزه حتى الاخر اللي ما تاهلوش كيعطيهم جوائز تحفيزا لهم. كنمشيو القران في المسجد الحاج قاسم، الشيخ ديالنا محمد اتميم كيحفظنا القران، تعلمنا قواعد الجويد التطبيق ديالهم، الاداب، كيفيه الوضوء، كيفيه الصلاه. بحال الاب ديالنا كيحببنا في الحاجه اللي كنديروا حنا، كيحببنا فيها لدرجه ان حنا كنبغيو نحفظوا القران. ما بحال دابا النهار اللي ما يجيش هو حنا كنكونوا واقفين قدامه، ولا كندخلوا الجامع كنكزو نحفظوا. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نشكر من هذا المنبر أستاذ أشميم اللي كيعاوننا وكيتعامل معنا بلطف، وكنشكرو أنا صراحة حيت فاش كنت صغير كنت كنجي عنده الشامع قبل ما يدير الدار القرآن هادي، كنت كنجي عنده كيفهمني كيشرح لي القواعد التجويدية إدغام مهم كاع القواعد كان كيشرحهم لي صافي. وفاش حل داك الكتاب جيت دخلت عنده قريش حفزني رفع لي معنويات، مهم مخلى حتى حاجه ما دارها باش طلعنا حنايا دراري زوينين كنقراو القران كل ويكاند. كنبغي نشكرو صراحه، كنبغي نشكر كاع الناس اللي حاضرين في المناسبات رمضان الكريم. انا حافظ من سوره الناس حتى سوره الفتح، وشكرا لوالدي اللي حفظوني ودخلوني وكافحوا معايا باش دخلت هنا ووصلت لهذه اللحظه هذه. ما كنت صراحه كنتوقع نوصل لهذه اللحظه. كان انا عندي واحد الاحساس دابا لا يوصف صراحه. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون. ايت بن عز عبد الملك اب ديال ايت بن عز معاد يمنى اللي كيدرسوا في الكتاب ديال الناشئه عند الاستاذ محمد اتميم والاستاذه مريم. ومن هذا المنبر كنشكرهم ونوجه لهم جزيل الشكر على المجهودات اللي كيديروها واللي مع الدراري على طول العام، وبهذه المناسبه اللي داروا لنا اليوم للدراري وفرحوهم وداروا لهم هذه المسابقه. ونتمنى من الله تعالى يجعلهم في ميزان الحسنات ديالهم، والله يرحم لكم الوالدين انتم حضرتوا معنا وسجلتوا لنا هذا الشيء اللي حضر باش يبقى عندنا في الذكرى ديالنا. قوم الله تعالى يجعلوا في ميزان الحسنات ديال الجميع. وبهذه المناسبه كانت توجهوا بجزيل الشكر للحضور كامل، ونطلبوا لهم المغفره في هذه الايام الاخيره من هذا الشهر المبارك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.